ما هو مقدار إطعام مسكين؟ تناول الفقهاء مسألة مقدار الإطعام للمسكين بقدر واف من التفصيل، وبيان ذلك على النحو التالي: مذاهب الفقهاء في مقدار إطعام المسكين. تعددت مذاهب الفقهاء في مسألة مقدار إطعام المسكين، فمذهب الحنفية قال أنه يجب لكل فقير نصف صاع من البر، أي القمح أو طحين القمح، أو صاع من التمر، أو صاع من الشعير. واعتمد الشافعية وجوب مد واحد من غالب قوت البلد لكل فقير. وذهب المالكية إلى وجوب مد من بر لكل فقير، أو مقدار ما يكفي لإشباع المرء عادة. وحددوا ذلك بأصناف 7 من الأقوات، وهي القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط. بينما قال الحنابلة إنه يجب مد من بر أو نصف صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط لكل مسكين. ولكن ما هو مقدار الصاع والمد في الأوزان المعاصرة؟ الصاع كما هو مقرر عند أهل الفقه 4 أمداد، ومقدار المد يكون بملء كفي الرجل معتدل اليدين، وبناء على ذلك فالصاع يساوي 2 كيلوغرام ونصف حسب وحدة القياس المعاصر. هناك مظاهر كثيرة مستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية دالة على حرص الإسلام على كفاية المسكين. ومن هذه المظاهر أن المسكين يعد مصرفا أصيلا من مصارف الزكاة، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اتفق جمهور الفقهاء على أن للمسكين سهما واجبا في خمس مال الغنيمة، واستدلوا بقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. عد الفقهاء الوقف على المساكين بابا من أبواب الموقوف عليه، وقال: إن الوقف يقصد به إزالة ملك عن الموقوف بهدف القربى لله تعالى، والمسكين ممن تحصل القربة بالوقف عليه. أوجب الشرع إطعام المسكين وكسوته بصور متعددة في الفدية والكفارات التي تلزم المسلم، كما سيأتي تفصيله.